لاحظوا لاحظوا لاحظوا، فوضين، مستحيل يا رب. من وين تسجل الأهداف كما تلاحظون؟ فهذا الجليتش يعني سهل سهل جدا، وغالبا سوف تسجل معك يا أسطورة كما تلاحظون. أسطورة هذا ماركوس لورينت يا جماعة. فهذه يعني التسديدات متعة متعة في لعبة الإف سي موبايل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو سوف نتطرق لموضوع مهم، وهو أهم جليتش في لعبة الإف سي موبايل 24. هذا الجليتش سوف يمكنك من تسجيل أهداف من نصف الملعب، نعم يا صديقي، من خلال التسديدة الجديدة التي انضافت معنا في لعبة الإف سي موبايل 24، وهي الباور شوت أو التسديدة الخارقة يا جماعة. ففي هذا الفيديو سوف نستعرض طريقة عمل هذه التسديدة، وكيف تسجل مثل هذه الأهداف من نصف الملعب. كذلك سوف نتحدث عن أهم الأسرار والخبايا في لعبة إف سي موبايل 24. بالتالي في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، وهيا بنا يا جماعة من أجل شرح الطريقة يا أساطير. كما تعلمون يا أصدقاء، فطريقة عمل باور شوت هو أن تقوم بالضغط على زر التسديد ثم توجهه عن طريق الزر الأيمن يا جماعة. ففي البداية لابد أن نتطرق لطريقة عمل هذه الباور شوت أو التسديد الخارقة. ما عليك سوى الضغط على زر التسديد وتوجيهه لليمين، ثم سوف تجد أن الكاميرا قد اقتربت من اللاعب، كما أن التسديدة سوف تصبح قوية معك يا صديقي. فهذه هي طريقة عمل هذه التسديدة كما تلاحظون. تقوم بتوجيه زر التسديد إلى اليمين، ثم يعمل اللاعب هذه التسديدة كما تلاحظون. نيمار، من وين تسجلها يا نيمار يا عالمي؟ كما تلاحظون التسديدة من وين تسجل. فبسهولة سوف تقوم بتسجيل أهداف، لأنه كما تعلمون فإن لعبة الإف سي موبايل قد تم الإلغاء فيها بشكل رسمي العرضيات كما تلاحظون. أهم شيء عند تنفيذ هذه التسديدة، لا ينبغي أن يكون بجانبك أي لاعب مدافع، وحتى أن لا يكون أمامك أي لاعب يا صديقي، لأنه سوف يقوم بالتشويش على اللاعب الذي سوف يقوم بالتسديد. لاحظوا جبروين من وين سوف يسجل، من وين يا أسطورة يا دي بروين؟ ما فيش حد يصد هذه التسديدات يا جماعة، والله سوف تكون من بين الجليتشات التي سوف يعتمد عليها المنوبة من أجل التسجيل علينا الأهداف. لأنه كما تعلمون ففي ستريم الذي قامت به الشركة بالأمس، قالوا أن العرضيات وكذلك الجماعة اللي بيعرضوا اللي يعمل سبام في حركة تغيير المسار، الكل هؤلاء المشاكل سوف يتم إصلاحها في الإف سي موبايل. بالتالي نعتقد أننا سوف نعيش لعبة جديدة، وسوف نلعب يعني بمتعة كبيرة في هذه اللعبة. أتمنى ألا يكون هذا الجليتش وأن يتم إصلاحه في اللعبة يا جماعة. كما تلاحظون من وين تسجل الأهداف، ولكن إيدرسون يتصدى لهذه المحاولة. لاحظوا لاحظوا لاحظوا، فوضين، مستحيل يا رب. من وين تسجل الأهداف كما تلاحظون؟ فهذا الجليتش يعني سهل سهل جدا. أول شيء هو أن تقوم بعمل باور شوت من الزاوية، وهذه الزاوية إما تكون في مكان الار دبليو أو الال دبليو، يعني سواء على اليمين أو على اليسار، لكي يعني تكون في زاوية أمام زاوية مفتوحة في حراسة المرمى. كما تلاحظون من هذا المكان الذي نفذت به اما تسديده فودين، او حتى المكان الذي نفذت به تسديده نيمار، فغالبا التسديدات التي تكون مباشره غالبا يقوم بتصدي لها الحارس، غير انه مثلا كما فعل كوكي فقد قام بتسجيلها. لكن اذا كنت ان تقوم بالتسديده وان تسجل بطريقه مضمونه، ينبغي لك ان تقوم بعمل هذه التسديده من الزوايا، يعني اما من المكان الذي يلعب فيه ال دبليو او الار دبليو، ثم تقوم بالتوجه للمرمى مباشره، ثم تقوم بعمل الباور شوت وتقوم بطرق زر الانالوج على اتجاه الزاوية كما تلاحظون في هذه التسديدة وضعت. اهم شيء ان تقوم بعمل الزاوية في الانالوج، ثم تعمل التسديدة بالباور شوت، تملأها الى اخرها يا صديقي، وغالبا سوف تسجل معك يا اسطورة كما تلاحظون. اسطورة هذا ماركوس لورينت يا جماعة. فهذه يعني التسديدات متعة متعة في لعبة الاف سي موبايل. انا كنت قد جربتها منذ حوالي يعني 4 ايام، يعني استمتعت في مجموعة من المباريات من خلال التسجيل من هذه التسديدات. اتمنى من الشركة أن يتم إصلاح هذا الجليتش، لأنه إذا لم يتم إصلاحه فسوف نتعذب من الجماعة اللي يعملوا عرضيات واللي يعملوا مهارات يكرر نفس المهارة. أتمنى أن يتم إصلاح كل هذه المشاكل، فأنا يعني وضعتها لكم فقط من أجل تجربتها قبل نزول اللعبة، لأنه إذا نزلت اللعبة مع هذا الجليتش والله سوف يدمر اللعبة كما ترون. إبراهيم مستحيل يا دياز، كما تلاحظون رودري وهنا يعني يتصدى للمدافع. أتمنى أن يكون هذا الشرح قد أعجبكم يا شباب. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، وشكرا لكم على المشاهدة.